تجربتنا اليوم مميزة جدا لأننا جينا عند مطعم يقدم أطباق إفريقيا جنوب الصحراء، اسم الريستو بامبو دافريك، وكان بالزنقة تاع الجامع ديال شارع بيرنزاران. إيوا كي غيكون القص عن جيراننا الأفارقة. خدينا أن دومي بولي غري أو شاربون كتجي معاه سلاد إلوغي، كانت فيه إقامة واعرة والمذاق بنين، الثمن ديالو 77 درهم، طيب مزيان ولي زيبيس واصلين تال داخل. نفس طبق تقدروا تاخذوه بالحوت، هنا كيعطيو القرب والثمن 100 درهم. حنا خدينا 350 غرام ولكن زيد الماء وزيد الدقيق. دقنا ايضا لو تشيب لو بري 89 درهم، ان بلا ناسيونال سنغالي ويلي انسكري في لو باتريمون مونديال تاع اليونسكو. ايوا سمعني يا سيدي، حتى هو تقدروا تاخذوه بالحوت والثمن كيولي 95 درهم. وفي الختام خدينا لوياسا دجاج كتب عادي وكيحمروه فوق الفخر لو بري 79 درهم. هذا مكان تهلاو فراسكم.